إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من نواحي بن سيمان. فليمون هذه السنة طالع بزاف الثمن ديالو، والسبب الرئيسي وراء هذا الثمن هو الجفاف ديال السنة الماضية اللي أثر على الأشجار المثمرة، وبالتالي داك الإنتاج ما كانش بديك الطريقة الكبيرة. فنورمالمون الليمون في هذا الوقت ما كيتجاوز 4 دراهم 3 دراهم، ما هذه السنة العكس، فالنافيل وصل 9 دراهم، في حين أن المنظرية 8 دراهم. مليح كيف ما كتشوفوا معايا في الأشجار أمامكم على الصورة، ما حاطاش بشكل كبير كيف ما كتشوفوا. في حديثي مع أحد الحريفية المختصين في زراعة الليمون، فأكد لي بأن الأشجار ديال الليمون نورمالمون تقدر تطير 4 صنادق 5 هاد السنة، فما كتجاوز حتى صندوق في الشجرة. كاين بعض الأشجار اللي ما كيوصلوش صندوق. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، دائما مساء الخير ومساء النور عليكم في هاد النقل المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. فالسبب الرئيسي وراء غلاء أسعار الليمون فهو راجع بالأساس إلى الجفاف ديال السنة الماضية، فالأشجار ما عطاوش ديك الكمية الكبيرة ديال الليمون، كانوا ضعاف بواحد الدرجة كبيرة وكبيرة جدا كيف ما كتشوفوا معنا. فهاد الشجرة ما عطيش تقريبا، عطي واحد 5 كيلو فقط. هادشي اللي كاين مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن دائما مساء الخير ومساء النور لكل المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان لعشاق الليمون. فالليمون هاد السنة طالع الثمن ديالو بزاف وبزاف، النافيل واصل 9 دراهم والمنداريا 8 دراهم. السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار الليمون فهو راجع بالأساس إلى السنة الجافة ديال الموسم الماضي اللي كان جافة بواحد الشكل كبير وكبير. فبحال هاد الشجرة وبحال هاد الأشجار اللي كتشوفو معايا، فما عاطينش ديك الكمية اللي موالفين كيعطيو، 4 صنادق 3 في حديثي مع صاحب الضيعة اللي كيدير الليمون، فأكد لي بأن هاد السنة الشجرة ما كتجاوش صندوق. كاين بعض الشجرات ما عطاوش حتى نص صندوق. تمنوا الخير، نتمنى ان شاء الله هذه السنه تكون سنه ماطره ويجي الخير وتعطي الانتاج يكون بواحد الكميه كبيره، وبالتالي الثمن ان شاء الله يكون في متناول الجميع. وكبير إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشوفوا معنا فخيرات تبارك الله، ولكن الإنتاج قليل وقليل بشكل كبير. فما بقى لي إلا نودعكم مشاهدينا الكرام، بعد ما كنت معكم في نقل مباشر مباشرة من نواحي بن سليمان، أعطيناكم السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار الليمون، لأن السنة الماضية كانت سنة جافة، وبالتالي الأشجار ما كانتش ديك الكمية اللي كتعطي الشجرة، فكانت ضعيفة الشجرة. تمنوا الخير، هاد السنة تكون سنة ماطرة إن شاء الله، وكل الخير، يوجد الليمون وتوجد الفواكه وترجع الأثمنة واللي في متناول الجميع. ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدي قناة شب قناة شوف تيفي، دمتم في رعاية الله وأمسية سعيدة لكل مشاهدينا الكرام.